كيف؟ ايش صار فيكم؟ صار ما صار. رجعتوا لنا صار ما صار، ليه الحمد لله لاباس. نجزناها نجم نقولوا. اما كيف ما تعرف معناها الرحله، معناها نبداو بالرحله من الاول، معناها الرحله كانت طويله برشا، تقريبا 12 ساعه فول ما بين فول واسكال. وصلنا غاديك في ساعه متاخره من الليل، ما 3 نتاع الصباح. بعد بدا لقيتوش شكون في المطار يستنى؟ لقيتوش المطار محلول؟ لقيتو مدام؟ لا المطار محلول، ما حتى حد يستنى. حتى ميم قلنا ممكن السفاره فماش حد يستقبلنا، فما حتى حد. لا توانسه لا الشياطين السود، لا الشياطين السود لا الشياطين الحمر. وصلنا قلت لك ما 3 نتاع الصباح، دونك روحنا ناس الكل رقدنا. النهار الثاني نهارتها فقنا مشينا، بدات من وقتها بدات النهار الثاني بدات الاحداث وبدات لي كونتاكت مع العباد، سيرتو كي نخرجوا برا نشوف العباد مشحونه نوعا ما. درش الشراو جولهم الحكايات حسب ما وصلنا، كونوا كي جاو هما لتونس معناها كونوا درش عملنا فيهم وصلوا، قالوا كونكم قتلتوا كونغولي في تونس ما ما حسنتوش معناها الضيافه نتاعنا. قتلنا كونغولي معناها كونغولي يعيشوني ولا طالب كونغولي؟ طالب كونغولي يعني عايش في صفاقس، دخل باش يتفرج في مباراة وقام جمهور نادي صفاقس باللي اعطيته عليه ومات في الملعب هذيك. حتى في ابريل تقول كذبه ابريل فوتنا ابريل. هذا بارمو هذا شراو وجولهم معناها الهيئه نتاعهم، خاطر الجمهور بصفه غريبه. وزدنا ناكد ذلك وقت في الحصه التدريبيه الاولى، في الحصه التدريبيه الاولى نتاع سي اس اس، وقت زدنا ناكدنا كي تخلي الجمهور معناها مالغري البيبان مسكره ولا محل مش مسكره، نحن كنا مسكرين نحن باش خلينا نقعدوا في الاجواء الاولى ساعه، خلينا نقعدوا في النهار الاولاني. كانت حصه تدريبيه اليوم الاول كانت عاديه؟ كانت ما كانتش فيها ما كانتش عاديه. دخلنا بدينا من الاول نلقاو جمهور البرا في بالنا التيران مسكر عادي، ما دخلنا الناس الكل بدات سياسه التيران معها. ماذا بينا كان دخلت الجماعه الكل الجماهير كلها دخلت الميدان وبدا وقتها الشتم و حاجات خلينا نبداو بالصور ساعه، صور الرحله الاولانيه من تونس الى كازابلانكا، بعد من كازابلانكا الى الكونغو. باش نشاهدوا هذه الصور دائما في التصوير. لامين بن يونس اول مره على البلاتو، اول مره في سابقه هي، حتى حبينا نوريو للساده المشاهدين شنو هو العباد شنو عانيتها ومن المصدر امين تو بعد شنو يحكي امين اللي ما تفكلوش الكاميرا، امين اللي حتى كان ما عندوش كاميرا عنده مصور واحد اخر يتفكوا الزوز. تفكوا الزوز اما بطريقته الخاصه، تحصلت على كاميرا اخرى ومعطي سامحوني في الكلمه اعطيت يعني اي عطيت فلوس. فلوس انا قلت لكم لو كان عطيتو فلوس خذيت كاميرا اخرى وصورت بها وشريت من عنده الكارت ميموار وتصرفت حاسيلو باش. خلينا نبداو بالصور هذوما، بالصور هذوما بالكاميرا نتاعنا، صور بن يونس من مطار تونس كارتاج الى غايه الوصول الى الكونغو تقريبا في ساعه متاخره من الليل. نشاهدوا ثم نرجعوا بلاتو. قال لك مادي ضعيف الرامي والله يا معلم، والله تنجم تزهر وشوف السكور اللي طرح كيف اشوفها، حتى انا ما فهمناش مانيش موجود. هذاك قديم ماهوش جديد. اي ما يسالش يا معلم صاحبي، وانت من المورك تبات لتاك داري صدراج غادي عادة تروح ولا عادة ما ماركيش حكي فيها ويضيع ياسر برجولي لازمو ماتشويت جاي طلبته وبعد الماتش انا قلت له برجولي بريمير ميتون لازمك تنسيه، اما تزم ميتون هكا صلح روحه شويه جاب لنا بلنتي هكا باش سامحته شويه هكا البيفوات جنود الخفاء معروف هذا لا تاكل لازم ماركي بونت مش خرجتوه صح خفاء بركة ما غير جنود جنود الخفاء درب الجنوب بير علي الباهي هاي الباهي شفت هاي الباهي هاي تأسد انا تو نلعب بوكس انت عندي انا دول اسمع اخوي مالك يا اخي بالغوره يا ولاد الحمد لله انا وصلنا ولاباس وسخانة بالكدا طويله برشا الرحله وتعب ما الحمد لله تعب يا اخويا وسخانه وكل شيء
ترقد توا نجرقد من هنا الغدوة في الليل رحلة الشتاء والصيف ولا صحيح رحلة طويلة توا إن شاء الله نروح ونرقد ونرتاح ونتفرد وركب باري وغدوة نترنيه وإن شاء الله نطيح وتعب ونرجع كالعادة ويتعدى الماتش ولباس إن شاء الله لباس شيخ نوم بحذيك شيخ قدور لول إلى غاية هذه الصور الأمور كانت على العال أمور كانت ممتازة الحمد لله لا بأس بعد ما زالوا صور الحصة التدريبية لكن الوقت اللي صار والترويج الكلام هذا الصفارة ما تدخلوش ما حاولوش يهديوا الأجواء معناتها السي اس اس ما كانش الهيئة المديرة ما فسرت لهم معناتها ما حكاوش مع بعضهم اللي راهو ماهوش هذاك اللي صار معنا في تونس هو أنت ممكن باش نسبقك بحاجة معناها تو البعض تفرج في الفيتيار الثاني معناها تلقى لقيت السفير نتاع مصر وسفير تونس مش موجود ما كانوش موجودين على السفارة التونسية معناها السفارة التونسية اليوم الثاني معناها نهار المباراة عندنا سفارة في فما سفارة في كينشاسا اها تعرف من كينشاسا يجي يعني اكيد مفروض عليه تنقل 3 كيلومتر معناها نهار المباراة جاء معالي السفير نهار الاول جاء سفير مصر في الحصة التدريبية للنادي الصفاقسي وقت في الحصة هذيك وقت كيف ما قلنا جماهير معناها سفير مصر يحضر في حصة التدريبية نتاع السي اس اس يعاون السي اس اس يستحقوا شي حاجة وسفير تونس ما يحضرش خلينا نشاهدوا الصور هذوما مضحكات مبكيات خلينا نشاهدوا الصور الزوز حصص تدريبيه للسي اس اس والمضايقات اللي كانوا تعرضوا لهم بدات المناوشات وبدات الاحتجاجات من خلال الحصص التدريبيه سفير مصر حاضر مشكور ويعطيه الصحه وسفير تونس ماهوش حاضر نشاهدوا هذه الصور ابيني بريزيدون ابيني بريزيدون بريزيدون زرتو مشكل نحن عندنا ثوره حتى هم ثوره هما حبوا يحطونا في الكونديسيون تاع تونس علاش عملوا اليوم كل اضراب ولا شنو بريزيدون جيدي حبي ترشح السيد معارض خليل والله مش ممكن مش معقول انت اللي تترشح أنا جيت لما عرفت على طول ده حاجة تلقائية من عندنا إن أول ما عرفت إن أنتوا شرفتونا وكده فقلنا لا لازم نيجي نقول لكم أهلا وسهلا ونقول لكم تحت أمركم وإن أنتوا تحسوا إن أنتوا معانا هنا في مكانكم في بيتكم وسفرتكم وين وصلت المحادثات مع كاين الناس جاوا مالوريزمون اللي حسب ما سمعنا قالوا لهم راهو المسؤولين تاع الفريق الكونغو معناتها قال
قالوا لهم راهو ضربونا وراهو عملوا لنا في تونس مالوريزمون شفناهم اللي قالوا لنا كيفاش تضربونا كيفاش تربحونا هكاك مالوريزمون وخلونا جيعانين قال ما كانوناش فريمون والله شيبات كل مرة كل مرة نكتشفوا حاجة مالوريزمون بعد ساعات تسمع حاجات غريبة هما ناس بسطاء جدد عليهم يمكن الحكاية فهمناهم دوسرت اللي ما فما حد شيء واحنا عمرنا ما نعملوا هكا في تونس عمرنا في تونس ما عندناش مطر وهنا عثم المطر كانت بروفوكاسيون كبيره من الجماهير الكونغوليه ديجا احنا استغربنا من التصرف تاعهم يمكن وصلتهم معلومات غلط على مقابله الذهاب لكن هذا يكون مش يأثر في تحضير نادي صفاقسي المقابله نادي صفاقسي محضر المقابله كما ينبغي من ناحيه فنيه من ناحيه تكتيكيه من ناحيه خاصه من ناحيه نفسيه ولا خوف على نادي صفاقسي ان شاء الله لحد نشوفوا في عبيد يعني دخلتنا للتيران ما نعرفش شنو فما بارامون قالوا اللي احنا ما فرحناش بهم وانا معناها وكانوا ضربوا وقعدوا جعانين ولا شنو سيريان معناها فما منه حتى شيء صحيح يمكن نلقاو ديزيك اكسكيوز تاع الخساره اللي خسروها والجول تاعهم كانت ضرب وقتها غادي في صفاقس يعني كان كونتاكت عادي في الكره بون ما عندنا ما نزيد اجواء افريقيه الفو فير افيك معناها ما عندنا با الشوا غدو عندنا مازال عندنا انسيونس اون با سو كونسونتري يعني كان على الماتش نتاعنا هذا كله اور فوتبول فما تيران يعني اون فان كونت اخر حلقه فما تيران وان شاء الله في التيران نكونوا حاضرين وننتصروا لهنا ونروحوا بالترشح ان شاء الله. هذه افريقيا بصفه عامه متعودين بها بون بوتيتر البروفوكاسيون تاع الجمهور هذه هي حاجه جديده بالنسبه لي انا تو عندي قداش من سنه في الافريق هذه جديده ما عهدناهاش في افريقيا. بدا ستريس تاع الماتش ولا مزيان؟ والله بدا ديجا من البارح شفت لونترينمون كيفاش صار معناها الجمهور قريب يدخل يترينيو معنا الماتش باش يكون صعيب سيرتو بعد الريزلتا اللي صارت بعد الشيء اللي شفناه البارح في لونترينمون في بالي باش يكون ماتش صعيب دونك لازمنا نحضروا روحنا لازمنا نكونوا حاضرين ونعرفوا على شنو قادمين ان شاء الله ماتش تريز امبورتون باش نكونفيرميو الريزلتا الباهي اللي عملناه في صفاقس صافي بليزير كمان ريحه البلاد هنا اي بطبيعه حنين سيرمون كي جات ايكيب تونيزيان تلعب هوني اي هذه ثاني مره تجي لهنا وثاني مره نحضروا في الستاد تشوف اي تونسي تفرح به عملناه وشفناهم جاوا وربحوا ان شاء الله السنه يربحوا زاد والمهم يروحوا فرحانين ان شاء الله جبتونا ريحه تونس هنا في برازافيل باش لمنا رايه البلاد معناتها العالم التونسي الناس الكل بون انا من بنزرت معناتها جيت نشجع النادي رياضي صفاقسي بور سوبورتي معناتها نتمنى كونه يتوفق ان شاء الله في الماتش نتاعو انا فرحان برشا السي اس اس جات تلعب لنا دونك جي بروفيتي دو لوكازيون بور ايسي بور سوبورتي مون ايكيب جيت هوني نتفرج وان شاء الله مربوحه وريحه لي بلادي يابا غني معايا ورد وياسمين يابا يابا وريحه لي بلادي يا سيدي اغلى من العين اشكون مشير بهزام البرسا والريال تونس شت تربح تونس وانت تونس شجع تونس اه برافو للجاليه التونسيه اللي كانوا حاضرين وكانوا شجعوا السي اس اس وكانوا حتى بوقفتهم على السي اس اس كانوا حاضرين كدعم معنوي وقبل كل شيء ومره اخرى كما اكد لي مالك 3 كيلومتر سفر تونس ما يتحول حتى واحد من السفاره 3 كيلومتر ما بين كينشاسا وكونغو برازافيل ربي يهدي حسن به مالك نمشيو لنهار الماتش امين اني جايك خاطر باش تحكي لي شنو اللي صار بالضبط قبل في الماتش يظهر حتى واحد نجم يدخل المباراه تاع من نهار المباراة خرجنا عادي معنا مع الفريق مع نادي صفاقسي خرجنا مساعة ونص ماشيين للملعب وصلنا للملعب معنا عاملين ديباراج حواجز حواجز أبنية ولا حواجز معنا عباد وأمن معاهم
قلنا ممكن ومعناه الجماهير تعملنا في اشارات معناه بالذبح حكي وسبان وشتم. قلنا الجمهور هذا خلينا نقدم، مشينا قدمنا القدام حفله نادي صفاقسي من الامام ونحن الحفله الثانيه اللي وراها حفله تقول العالميين. سي سي صار تعطيلات بالنسبه لتصور فريق داخل وعدت له قرابه ربع ساعه قبل ما يدخل المباراه. دخل كار سي اس اس اش عملوا اللاعبين؟ دخلوا اللاعبين غير وحدهم والمسؤولين خلوهم التالي. كي دخلوا الاولاد ضربوا البونيه و صارت استفزازات وصار ضرب مش استفزازات ضرب ديريكت رمي جريدي بعد تتفرج معنا كل برشا ضرب مسكين تسرق سرقوا له القفازات نتاعو من الساك حبوا ينطروا له الساك جبدوا كان حبوا يخطفوا له الساك توفيق الصالحي كيف كيف يبدوا له الساك حلوه جبدوا الكاميرا لقاو لاباري فوتو نتاع توفيق الصالحي هزوها له معناها تصور السيتياسيون اللي فيها اللاعبين هم معناها حكايه كانت مبرمجه معناها لازم نحيوا لي كاميرا باش ما يتصور حتى شيء في حتى شيء الاتحاد الافريقي ومن بعد هما يتصرفوا يفوتك بالحديث معناها حتى قبل ما تدخل الحفله نتاع سي اس اس حبوا يخلعوا الكار نتاع نادي صفاقسي وحبوا هبطوا زميلنا سليم اللي هو مصور تابع نادي صفاقسي الموقع الرسمي نادي صفاقسي هبطوا قالوا الكاميرا ما تدخلش كملوا دخلوا عملوا جو مع سي اس اس وضربوهم ودرا شنو وبعد جاونا لينا احنا نحن قلنا جمهور ما نحتكوش معها سكرنا الباب الكار والشبابك الامن كان فما امن متواجد معناها فما امن مشينا نحكيو مع الامن قلنا ممنوع ادخال اي اله تصوير حكينا منا نحن صحفيين جايين نقوموا مهمتنا جايين من تونس جايين برازافيل معنا باش نخدموا قال لك لا انتم ما خليتوناش ندخلوا في تونس ما فرحتوش بينا ودرا شنو سفارة تونس هنا في الوقت هذاك الموقف شكون كان متواجد خاصة وقت المضايقات تعرضت لها حفلة السي اس اس وقتها ما فما حتى حد وقت صارت بدينا في اتصالاتنا بدينا الاتصالات معنا نحن والزملاء نتاعنا من الوطنيه والاذاعه بدينا الاتصالات وقتها ورجعنا للنزل اللي فيه رجعتوا للنزل معنا خليتوا سي اس اس وحده ورجعتوا رجعنا للنزل وقتها مشينا كلمنا سفير تونس نلقاه في النزل غادي كجي نهارتها جا للنزل وقعدنا نحكيو معاه كيفاش تعمل؟ قال لي كونه قاعد يحكي مع المسؤولين في برازافيل ومع مسؤولين الفريق. لكن بعد كي وصلنا للملعب ومشينا معاه في هو مع في هو كان بالاسكورت نتاعه كان بالحمايه الشخصيه. بالحمايه الشخصيه نتاعه ونحن وراه تبعناه ولينا خرجنا معاه. كي وصلنا غادي كان نفس الاشكال حتى سفير قالوا له ما تدخلش. حتى سفير ايضا تم قالوا ما تدخلش. مش عملنا نحن جاب ربي هزينا معنا ما عطونيش ديكارت خلنا نرجع لك كنت يوم معنا سي ناصر البدوي علات في الاول انه حابينه يكون معنا لانه نعرفوا التزامات السي اس اس والرحله والتعب سي ناصر اهلا وسهلا مرحبا اهلا بك اهلا وكيف المتفرجين كنا حنا بعد كل سامحنا سهرناك سي ناصر لكن المونتاج هو اللي سهرنا كان سي صالح قال لي عندك ما تعقب وما تضيف اللي صار لكم ساعه ان شاء الله لاباس بالنسبه كان طمنا حاله الملاعبين الناس كل ولاد الكل يظهر لي على الاقل بدنيا لانه نعرف مورا الموفم برشا ولاد تعبين والله والحاجه نحب نشكر كل الوفد التونسي اللي بصراحه عالميين لاعبين اطار فني الناس كل اللي مشات ومثلت تونس احسن تمثيل بصراحه حتى الاعلاميين والناس اللي كانت حاضره الكل كانت انسان الناس كلها مسؤوله وناس تعرف شنو قيمه تونس ومهما كانت نوع الاستفزازات لكن احنا ديما نحاولوا نكونوا في مستوى اعلى وارقى باش نوريو الصوره الحقيقيه نتاع تونس على خاطر ديما الحاجات هذوما اللي احنا ما نحبهمش ونعرفوا اللي ما يوصلوش ما عندهم من يوصلوا لكن موجوده مالوريزمون فما ناس بعض ساعات مازالت تحب تتعاطى بالاشياء هذوما لكن مازالت ما عادش حاجات هذوما تنجم تتعدى اليوم مباريات تتلعب في الميادين وتنتصر في الميادين ما تنتصرش بالطرق هذوما معناتها ما نتصورش اليوم في 2013 مازالت تنطلي حاجات من هكا خاصة على فرق كبار اللي تعودت بالسفر لافريقيا ونادي الشيخ من الفرق الكبرى اللي تعرف تسافر لافريقيا وتعرف كيفاش تخرج وبصراحة أنا أقولها على المباشر اليوم لاعبين نادي الشيخ كانوا بصراحة معناتها كانوا أبطال في المباراة هذيك خاصة المباراة كانت صعيبة بأتم معنى الكلمة كانوا لازم يكونوا حاضرين نفسانيا برغم صغر السن نتاعهم كانوا جاهزين معنويا ونفسانيا وبدنيا معناتها بيدافعوا على الوان النادي الصفاقسي والوان تونس بصفه عامه. حبيت نوضح توضيح صغير معناتها باش كل واحد ياخذ حقه باش ما نظلموش الناس. لازم تعرف هو تو يمكن الاخرين ما خطر ساعات سفير في تونس هنا
ما عندوش صفه رسميه باش يكون موجود، هو سفير في كينشاسا. ما عندوش صفه رسميه تخولوا، خاطر تعرف كينشاسا وبرازيل ماهمش نفس السفاره. ما زالت ما عندوش الصفات الرسميه باش يكون سفير في برازيل. لكن سي ناصر، سي ناصر اي نعرف سي ناصر، في موزمبيق ما عندناش سفير، لكن وقت يلعب للمنتخب الوطني التونسي لا مش في الموزمبيق، فما عديد المناطق نتذكر ما عندناش، معناتها في عديد الدول الافريقيه ما عندناش معناها ممثل دبلوماسي، لكن يجي من اقرب منطقه افريقيه ويتنقل معناها تقريبا الاف الكيلومترات باش يوصل معناها. لا احنا باش نقولوا حق، هو كان كصفه رسميه ما عندوش الحق باش يكون موجود في كينشاسا، ما يوجدوش في برازيل، ما عندوش صفه. سي ناصر الجاليه التونسيه كانت حاضره، سي ناصر باهي الجاليه التونسيه كانت حاضره وكانت ساندت الفريق، ما فما بالك معناها كان ينجم يكون حاضر كتونسي معناها قبل كل شيء. اكيد الغايب حجته معاه. سي ناصر بالنسبه للسي اس اس معناتها شنو الاجراءات باش تاخذوها، خاصه كونه صراحه الشيء اللي صار ما يلجمش كونه سي اس اس يسكت على الشيء هذايا، ما نعرفش باش توصلوا مع الاتحاد التونسي او الاتحاد الافريقي شنو باش يصير بالضبط. والله بالضبط بالطبيعه اليوم بعد رجوع الوفد الرسمي معناتها اللي فما رئيس الوفد سي حسين شعبان سيرتينمون باش يعمل تقرير على اللي صار كل في الرحله هذه الكل باش يعديه رئيس النادي والهيئه مدير النادي الافريقي وسيرتينمون يعني بروسيدور تتبع في النادي الافريقي ونشوفوا صالح اللي في مصلحه الكره الافريقيه والرياضه بصفه عامه نادي الشيخ بشي فيه. مراقبة المباراة سي ناصر، لأنه حاولنا بشتى طرق أنه نحصلوا على الأقل تقرير مراقبة المباراة من الاتحاد الأفريقي، لكن مازال ما وصلش، لأنه تقريبا يزمو 48 ساعة باش يوصل، معناتها مطالب 48 ساعة إن كان المراقبة والحكام باش يدليوا بالتقارير نتاعهم. مراقب المباراة شنو كان الحديث نتاعه معاكم؟ شنو حكى؟ شنو تكلم؟ شنو قال؟ والله مراقب المباراة حتى في الاجتماع الفني ما تحاوي حبينا باش ندافعوا على الإعلاميين خاطر معناتها هذا من اللي بهتنا بالحق اللي بهتنا انه كان معناتها الاعلاميين كانوا هما اكثر ناس تبلي انه الكاميرا ممنوعه باش تدخل ومهما كانت الوسيله، راه كانكم تخموا باش تزوزوا كاميرا بشتى الوسل راه مش خليكم حتى حد بالثور. هذاك الشيء خلانا حطينا برشا دي بوان دانتيروغاسيون بصراحه، هذاك دي بوان دانتيروغاسيون اللي خلتنا زعما شنو قاعدين يحضرونا هذا كل وقت فما كاميرا بيحبوش تكون موجوده في الملعب، معناتها قعدنا متخوفين نوعا ما شنو ينجموا يعملونا، وحاولنا باش حتى في الاجتماع الفني حاولنا باش ندافعوا، قالوا لنا لا تو فما انسان مختص معناتها من الوزاره هو اللي غدوه تو يتلهى وشكون الاعلاميين اللي يدخلوا شكون، ومن بعد قالوا لنا يدخل واحد برك، ومن بعد ما قالوا لنا لا وحسيلوا معناتها بصورت فما حاجه كانت منظمه، لكن في نهايه الامر معناتها بون بالنسبه انت قلت لي تو الكوميسير دو ماتش شاف الوضعيه كل، شاف دخولنا عند دخولنا في الميدان كيفاش معناتها الطريقه اللي دخلنا بها، معناتها الطريقه اللي دخلنا بها عمرها ما تصير معناتها في مباراه كره قدم انترناسيونال، معناتها في افريقيا معناتها تحكي لك على قد الجماهير اللي موجوده معناتها بالضرب وبالواحد ما بين الحافله وما بين حجرات الملابس ما فماش نقولوا احنا 15 متر معناتها ما تنجم تتعدى في 15 متر وكان كل غديره تشرب ماء كما يقولوها، فهمت معناتها ولهذا معناتها بون وضعيه صعيبه، لكن اوسي هذه اكسبيرينس جديده في الافريق، معناتها الافريق ديما صعيب وديما تعرف فيه مفاجات وهذاك علاش ديما تكون مشاركه الافريقيه تكون صعيبه، لازم الواحد يكون حاضر على جميع الارض. شكرا لك سي ناصر وبالتوفيق للسي اس اس في بقيه المشوار كاس الكاف وايضا في مشوار البطوله يوم الخميس القادم. مالك باش نجيكم امين باش نجي مالك، لكن نمشيو نشاهدوا الصور قبل المباراه ومن بعد الاستجوابات في اخر المباراه. هذا الشيء اللي خلطوا عليه الاولاد وهذا الشيء اللي نجموا ناخذوه في كاميرا امين بن يونس. We'll be right back.
عاد سفير نسك محاطيات مع الاخوه في الكونغو. هو بالحقيقه انه اجرينا تو اتصالات مباشره مع رئيس الجامعه الكونغوليه لكره القدم، وحاليا ممثل السفاره يناقش معها مسائل التنظيميه، خاصه اول شيء سمح للصحفيين كافة الصحفيين التونسيين للدخول إلى الملعب والقيام بالعمل نتاعهم، وثانيا طلبنا منهم أنه تدعيم الوحدات الأمنية الموجودة على عين المكان حتى يقدر المباراة تدور في الشكل العادي. ترشح صعيب وصعيب صعيب برشا ذي اليوم. صعيب صعيب بالطبيعة كما شفتوا معناتها من قبل ما تصير تلعب البارتي، معناتها في الدخول وفي وسط المقابلة وفي نهاية المقابلة، معناتها صعوبات كبيرة كبيرة وبرشا. ما الحمد لله يا ربي عندنا رجال وإن شاء الله إن شاء الله معناتها نمشيو البعيد في الكافة هذه. سوى الألعاب ولا على البنك كنا يد واحدة، والحمد لله يا ربي مش بساهل في بالي نجيونا هنا، وحتى التعادل كنا نجمو نربحو. أو مسيرة سنيلة خلينا نروحوا اليوم. كنا نستنيو في الماتش هذا سورتو بعد الأحداث اللي صارت لنا في ليزونترينمون اللي شفناه اليوم قبل ما نبداو الماتش. في بالي الظروف كانت صعيبة برشا، الحمد لله في بالي حبينا نعملوا رياكسيون في التيران. ظهرنا اللي سي اس اس عندها جمعية باهية، عندها بيرسوناليتي كبيرة قاعدة تتكون من ماتش لماتش. ظروف صعيبة برشا معناها الفريق كل فواياج تعمله تبدا تحط تخيل معناها تتوقع شنو نجم يصير، تتوقع البير اللي نجم يصير لك. احنا باللي تخيلنا معناها صرنا اليوم معناها فوق العقل، معناها ما تخيلناش نجم يصير هكاك. برك الله معناها اليوم 95 دقيقة الأولاد فيزيكمون اللهم صل على النبي. الحمد لله رجال سيد لا فولونتي قليب رجال من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 بدينا الماتش في سخانة ورطوبة مش عادية بالكل. الحمد لله جرينا الميتون الأول، الحمد لله رجعنا بعد الهدف اللي سجلونا رجعنا ايميدياتمون عدلنا، رجعنا في الماتش 1-1 في الميتون. دوزيام ميتون شفتوا اللي كنا خير منهم برشا، بالعكس هما اللي تعبوا هما اللي خلونا لي زيسباس ونا كري بوكو دي زوكازيون. برافو للاعبين اليوم اللي عرفوا كيفاش يتأقلموا مع ظروف المقابلة وبقوة الشخصية بتاعهم، خاصة بعد الهدف الأول. تعرف من بعد الهدف الاول معناتها المنافس يدخل شويه شك، لكن رجعنا بسرعه في المقابله. الشوط الثاني الحمد لله التغييرات كانت موفقه، الملاعبيه اللي دخلوا اعطاوا الاضافه زياده وهذا مهم كثير، والحمد لله اليوم جاء التعادل، جاء الترشح اللي هو التعادل بطعم الانتصار. وتحيه وشكر خاص وبرافو للاعبين اليوم. شنو هو سي ناصر الشميزه اللي مشيت هذه؟ شميز وتجي وهذا فريمون اللي شفناه اليوم بصراحه معناتها مره اخرى يؤكد انه مباريات في افريقيا كي تتهز ما تهزش بالسير. معناتها اليوم تهجم كان على الناس كل، على اليمين على الجمعيه على الملاعبيه على الاطار الفني، معناتها كان فما ضغط كبير في المباراه، وكان بضغط مش سي بروفوكي، معناتها ضغط مستعمل منهج معناتها مخطط معناتها فهم. لكن الحمد لله في الاخر الحمد لله النادي الصفاقسي واللاعبين نتاعو اكدوا شخصيه كبيره. مباراه كانت صعيبه تلعبت على الميدان، الحمد لله سجلنا في وقت مهم، لكن مره اخرى اكد النادي الصفاقسي انه قادر يسافر في ادغال افريقيا ويحقق نتائج ايجابيه. في بالك اللي ما صورنا حتى تصويره نحن ولا؟ كلامكم روحتوا لباس انتم، انتم روحتوا لباس يتسمى ديجا الفائده في سلامتكم انتم ديكا. انا واحد من الناس مش باش نقول فيكم الاعلاميين كل اللي جاوا معنا يعطيكم الصحه على المجهود الكبير، ونعرف الضغط حملتوه معنا، وهذا مره اخرى مشكورين على المجهود الكبير اللي عملتوه معنا. اليوم القليب نتاع الناس كله هو اللي جاب المباراه، اللاعبين تحملوا الضغوطات بجميع انواعها ولا مجال تو لتكرارها، كذلك الاعلاميين اللي يرافقونا تحملوا ضغوطات اكثر من اللي تحملناها احنا وما تمكنوش من التصوير، رغم هذا حاولوا باش يجتهدوا ويقدموا اقصى ما يمكن للاحباء النادي الرياضي الصفاقسي. قول لاباس خرجنا ما تيراهم وغادي. شكون قلت لك تريح عرف؟ الحمد لله معناتها اليوم مقابله ما كناش نتخيلوا كون نوصلوا في نهار من الايام، معناتها نعيشوا اجواء كيما هكا. نعرفوا الفريق سافرنا برشا قبل، لكن اليوم غرايب جدد. منع الكاميراوات هذه استنسنا به ما عشنا حتى في تونس سنة، لكن اليوم يوصلوا حتى معناتها يمنعوا المراسلين الاذاعيين باش يتكلم في الهاتف، معناتها حصار اعلامي. ما فهمناش الشارمون نتاع الببليك ونتاع العباد هذاك. على كل حال اليوم النادي الصفاقسي اثبت كونه مهما كانت التحديات مهما كانت الصعاب، الاولاد والجروب اللي عندنا كان اطار فني او اطار اداري او طبي
واللاعبين خصوصا قادرين باش يذلوا الصعاب هذه وباش يترشحوا مهما كانت ظروف المباراه. فاتوا الكاميرا بعد ما كنت انا قالوا لي حاجه واحده، علاش يعملوا ما نلعبوا بوزوني سفرين. صورنا 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 الكاميرا. عم قادور. لا مصيف شبر بتخبى وراي يعمل لي كلمه برسم كلمه. رشنا طبعي ومزيد اذا عرفت. شنو وريق المطار يا اخي؟ والصح صاحبي كيس تحكي الحجر. فاس فاس ما تغلبليش، فاس فاس ما تغلبليش، وين كلمة تغدر. ضيعت شو ممنوعات رامي لا خونا كارثة نودوا بالممنوعات لهدف حاسم وفي وقت مزيان برشا. الحمد لله ربي ولاي صحيح جاء في سافيسا معناها ان شاء الله الحمد لله معناها نتسمى اليوم عاونت معناها صحابي والحمد لله ان شاء الله القادم معناها نزيد اكثر ان شاء الله. من البنت باش تفرش فيه في سبع سبور ما فماش ما صوروهش يصير ان شاء الله غالب ليسونسيير اللي انا معناها اليوم عاونت معناها صحابي في الكاليفيكاسيون هذه الحمد لله. مادي عمرك شريت الحكايات اللي صاروا اليوم ولا شنو؟ عمري شفت الحكايه ان الطريح اللي كليته اليوم ما شفتهاش في حياتي كامله، كفوف مونجيلا هي مكسره، نحولي البورتابل الثاني هذيك بحديده برا نتاع حديد، نحولي بورتابلي عملوا ما تعملش، ضربوني فما عصا خلط عليه بدا يضرب فيا، ماشطه على بعضه كفوف على بعضه، نعلق بالسرقه نعلق بالسرقه على امتداد الشوط وحتى دخلنا بالسرقه راهو انطلاق من تذاكر قعدنا بهم. بعد في الشوط الثاني فاقوا بيا ولاو جيني يعملوا لي كيما هكا معناها راهم مش نقتلوك راهم مش نذبحوك. بالحق اقسم بالله اللي عشتوا اللحظه نتاع اليوم في التالي وليت معناها انسان مش شاهد يعرف روحه، لانه في التالي وليت نشوف السيد معناها يهز في الحديده ويقول لي انت مش نذبحك مش بشعنا معناها. بالحق اليوم اللي عشناه حاجه برك نقولها برافو للقليب نتاع ولاد سي سي اس وبرافو لكل الزملاء الاعلاميين، وفما صوره اكثر من معبره محلانا 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 في اخر المقابله كي تلمينا شادين يدين بعضنا اللي هيك الضربه راهو الناس كل مشاكلوها ضربه مع بعضهم هبطنا مع بعضنا وبرافو، لانه تصور هذوما الكل راهم يشوفوا فيهم مش يبقى هيك الرايه التونسيه مش تبقى هيك الحاجه الحلوه مش تبقى زاد هيك الرايه اللي شخنا بيهم اليوم. فرحان بحاجه اللي تحس الجروب يد واحده، تحس الناس كل مع بعضها يتمس واحد، الناس الكل تتلم. دونك ماتش البارح ظهر لي الجروب هذا قاعد من وقت لاخر يكسب في لحمه ويكسب في فما معناها قليب قاعد فما قليب بروح واحده قاعده تير. ان شاء الله يا ربي ذي يعاوننا باش في المستقبل نكونوا جاهزين ان شاء الله. حليله لا صاحبي كوروا بيه تفادلك راس الهم ديدا رامي هكا شافوا عندي ساك حبوا يفكوا لي فهد بشي فيها لي قوم تاعي فيها سبب الكرة تاعي ما حبيتش نحلها دونك كاو كليت سرافك اما من تالي مش فاس فاس دول لاباس كوما لا لاباس كاو لافريك انا كان جاي ليدي نقول له ماو قول لي يلعب مش انا اسم الحمدي ميكا الحمد لله كاو هذيك لافريك والحمد لله معناها الاولاد كل طلعوا رجال بالرسمي رجال خاطر الماتش معناها مش سهل ما تعادش سهل في لي كونديسيون اللي لعبت تخوف فينا وواحد فهمتني دونك الحمد لله ربحنا وروحنا بالكاليفيكاسيون. وبالمناسبه هذه نهدي الانتصار هذايا معناها لمرتي وولدي اللي توحشتهم وعندي 4 أيام ما كلمتهمش. رامي بالنسبه ابار ماتش كون زاد في بالك كون نحن الاعلاميين ما خلوناش ندخلوا لا كاميرا لا ميكروات لا حتى شيء. مش رايلكم انا ناكل في العصا خاطر الساكس خالوا فيها كاميرا وهما قالوا ما تدخلوش لي كاميرا وانا كي ما حبيتش نحل. زيد نذكرك انا وياك في ايطاليا وقت اللي مازمبي مازمبي وجابوا كارابينيري وكل فكوا الكاميرا ورجعت في الشجره وصور. تعرفي معناتها انا من النوع اللي نتصرف باش نجيب تصاور. بون المره هذه المضايقات هيثم بدات ملي وصلنا للبلاد
يعني حتى في الشراء كما كان يحكي لك فما المشاحنات بالمغالطات اللي وصلتهم انه فما كونغولي مات في تونس. يعني يقول لك با دو كاميرا اون فاف زونتيغي فيفون باش ندفنوكم حيين اون فاف مساكري باش نقتلوكم. هذا كل تسمعوا احنا هذا كل ما خافوش منه خاطر هذا حتى في تونس نسمعوا الكلام هذا. فما صور كان نجموا يشاهدوه من الصور اللي كان امين الكلام هذا نسمعوه حتى في تونس مش بشحالكم تصوروا مع الجي بون احنا خسرنا صغيرات لا يعني حد التهديدات. يعني هذاك علاش مشينا للاستاد ومطمنين. اللي جلب انتباهي انا وما عرفت اللي فما كومبلو قاعد يصير باش السي اس اس يعني يصير لها حاجه هذي بالكاميرا هيثم اللي شريتها مات الكارت ميموار من عند السيد الكونغولي مواطن كونغولي اعطيته يعني مكاتب من ربي شريت من عنده بلي قد اعطيتهم مثال ترجعوهم لي مثال مش مشكل 20 دولار 15 دولار اكثر شوي فهمتني هيثم كي وصلت غاديك الباب الملعب ديريكت هيثم تقول خلية نحل هما ديجا يلبسوا باللكح الاصفر معناتها بالحق ديغي خلية نحل فهمت داروا بالبيوس يضربوا فينا وما يخلوناش نصور وسكروا علينا ويحبوا يخلعوا الباب ويحبوا يخلعوا الشبابك انا لهنا هبطت مشيت كلمت بوليس معناتها في بالي محتمي بالبوليس باش يدخلني اي با البوليس هذا هو بده يقول لي راه اللي كانت هبط الكاميرا انا باش نكسرها لك قدامك تو فهمت بون مشيت خذيت الدرابو نتاعهم اكحل اصفر ومشيت للباب الاخر على اساس اني مواطن لبناني نحب ندخل يعني نصور من الباب الاخر هيثم شنو لهنا الجاي لهنا وقت اللي هبطونا والغاز لهنا الغاز ورانا وداخلين للتونيل هوني باش نمشيو بحذر الجوارات لهنا في الفستير هذا يعني صورت روحي ما تاكل الغاز من تالي قريب نمسل الدموع هيثم على بعض يخرجوا لانه لهنا اللي صار كانوا بعد انتم دخلتوا المباراه حضرتوا احنا دخلنا اخويا وقت اللي فما حاشين هيثم ما سمعش قص عليك اللي هما يعني يكلموا لي زيسبري شويه عندك بعض الهدف نتاعهم يعني بونتو نيديس فيقسي يعني هدف محمد علي منصر نسلم عليه قاعد يتفرج فيه تو نطلب منه السماح خاطر متغش عليه ما صورتش الهدف هدف نيديس فيقسي هيثم الى كالمي لي زيسبري علاش خاطر هنا الفريق الكونغولي مطالب بتسجيل ثلاث اهداف شي ترشح اللي هي مستحيل امام نيديس فيقسي وفما حاجه ثانيه هيثم اللي معناتها الامطار الغزيره اللي صبت قبل 10 دقائق من توفى المباراه هذيك يعني خلت برشا من جمهور الشياطين الكونغوليه تغادر الميدان وقت اللي يعني الحكم اشهر الوقت الضايع هذه حجرات الملعب حجرات الملعب هذه قاعه التشريفات هذه حفله النادي الصفاقسي بعد كيف المباراة كيف يعني صورت بالاباري اللي خذيتها قلت لك هيثم وقت اللي الفريق الكونغولي الحكم اشهر يعني الوقت الضايع وعرفوا روحهم ما عادش باش يرجعوا في المباراه شو عملوا قصوا الضوء وصار انفيسمون دو تيران يعني محاكاه الحكايه الباب اللي وراء الجول نتاع الفيراج خلوه محلول ودخلوا من غاديكا تخيل هيثم بعصي بيران حديد مشاو للقريطه نتاع السي اس اس انا نسي عبد القادر الضو يعني رجل كبير نغزر له مسكين كيفاش هارب فك الامطار هذيك اقسم بالله هيثم كنت نجم انا نجم نهبط نمنعه مسكين رجل كبير هكا لهنا الضو عادي يمشي لهنا الضو هكا يمشي بعد بعد قص الضو تو دانكو قص الضو وصار تقريبا فن دقيقه هذه دقيقه 89 وقت اللي الحكم هز اربع دقائق قص الضوء لهنا قص الضوء والدنيا بدات تكحال هون يعني وعاصفه من غاديك وديتو هنا وكل شيء لهنا كي صار لونفيسمون دو تيران وبداو باش يطلعونا هيثم كيما مباراه الاهلي ونادي بورسعيد في مصر كيفاش يعني جيهم وطلعوا لهم حبوا يطلعوا لنا لهنا لهنا الامل معناتا وقف وقفه حازمه بالحق هيثم الصور هذه خاصه بينا ساعه شكون يقول يباحها لا 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 والله هذا تصويري انا خويا هذا بالسرقه زاد لهنا فهمت خاطر حط الهوات في الجوال هما المشاهدون فماش برشا جمهور لهنا لهنا سي صار الغاز هوني راهو معناتا الملعب اش قلت لك معناتا وقفه حازمه الامن راهو بالغاز دخل عليهم بالغاز ديجا هيثم عفصوا بعضهم جينا بعد مسؤول كونغولي للنزل قال فما حكايه 20 و30 واحد يعني مكسورين في السبيطارات ابار المشدودين فهمت معناها الاهداف المباراه ما نجموا حتى واحد نصور ما نجموا ما يلك حتى وسيله على الصور حاولنا باتصالات مع بينا وبين مع السفاره والسفاره شافوا شكون فما مسؤول من السفاره طمنا قالنا باش نشوفوكم تصور مباراه من التلفزه الكونغوليه عمل كل جهد حسب ما يحكي هو اتصل بهم كلمهم طمنا قلنا سي بون راهو صحيح باش ناخذوا تصاور شريط مباراه شريط مباراه بعد قعدنا نستناو قبل ما نمشيو للمطار كلمنا في الليل قلنا راهو سامحونا رانا ما نجمناش ما حبوش يعطيو شريط المباراه مراقب المباراه من بعد ما حكاش معاكم ما جاش ما دور حتى شيء مراقب المباراه ما دور حتى شيء ما فماش هو من هذا ومازال التقرير نتاعو مازال ما نعرفوش التقرير سي ناصر البدوي بكري حتى قبل في الاجتماع الفني قبل المباراه بنهار كي جبدوا له حكي له معنا على الصحفيين وكيفاش كون ما نجموا ندخلوا قال لهم لا تو غدوه نشوفوا شكون يتصرف لهم
لكن الحكم كان المونديال كان في المستوى الحكم عجبني في الاخر معناها في الدقائق الاخرى في الوقت بدل الضائع تلك المباراه تقريبا كان صار هو مشى سافا اما في الوقت بدل الضائع هما فما شكون ديريجون هبط من فريق المنسه نتاع الفريق الكونغولي مشى الحكم الرابع وحاول كلمه باش يوقف المباراه بسبب الامطار والحكم ما حبش رفض فما لاعب باش يلعب تماس ما حبش يلعب انظروا الحكم قعد يحكي معاه حكايه معاه والبعض انظروا بعد قصوا الضوء وباقي قال لهم العبوا لكن الحكم قال لهم باش تكمل المباراه معناتها تمسك بموسم المباراه قرار لين صار لونفايسمون باش وقت اعلن نهايه المباراه من غير مفارقه معناها مازال ما فاتش المباراه على كي صار لونفايسمون يعني البنك احتياط نادي صفاقس يهرب وهما خالطين عليه بالحديد وقتها اعلن نهايه المباراه والجواريت يعني هربوا لتونس الاهداف السي اس اس مالك الاهداف المباراه يعني هذا ماركات الفريق الكونغولي دقيقه 41 ماركة هدف الفريق الكونغولي بعد دقيقتين محمد علي منصر عدل كان نعاود نحكي بونتو سي اس اس كيفاش كان بونتو الهدف الفريق الكونغولي كيفاش على الاقل اذاعيا الصوره بالنسبه للساده المشاهدين حبايب سي اس اس الهدف الفريق الكونغولي كانت 1-2 ما سميهمش توا زوج لا اكيد سميهم طويل برشا 1-2 وسجل هدف محمد علي يعني منصر يعني متر دخل مناطق 18 هدف محمد علي منصر فخر الدين بن يوسف قام بعمل كبير على الجهه اليمين تمريرة معناها عرضية محمد علي منصر كان حط جات الكرة في طبق كيف ما نقولوا وسجل هدف التعادل. والحمد لله مشكور أمين بن يونس راني ما عندك حق مانيش فرحانة لأنه نتصور كان على الأقل كانت فما موجودة الصور اللي تعرف الله غالب هيثم أمين أكثر من 10 سفريات لأفريقيا ومعناها نورمال صورنا في دي كونديسيون صعبة في نيروبي في لاغوس في جوهانسبورغ الله غالب نتصور كانت على الأقل فما صور يعني تصرفت على الأقل جبت صور هذوما الله غالب إن شاء الله يعذروني السادة المشاهدين وإن شاء الله نعوضها الجماهير النادي الصفاقسي كي صار يعذر لك زملاء الكاميرا مانات خاطر تو بلاستيك في لي فواياج مازال تو شكرا ليك امين شكرا ليك مالك مشكور على الكارت هذاك هذا من باب المزاح صراحه الشيء اللي حكاوه الاولاد راهو قد ما حكاوه سيرونتين قد ما حكاوه في المباشر لكن اكيد راهو مخافيه كان اعظم اللي حكاوه لنا في الكوليس صراحه شيء يندى له الجبين